مساء الخير، مساء السعادة والمحبة، رمضان كريم علينا وعليكم. وأكيد وصلنا إلى فقرة الغداء، راح تكون عندي غداء شنو؟ فطور. عدي ما أقول لك فطور؟ أكيد وصلنا إلى فقرة الفطور، راح تكون عندي اليوم طبعاً مختلفة. راح يكون عندنا تبسي الدجاج، راح يكون عندي سلطة الباذنجانية، راح يكون عندي التمن الباقلة، ونشوف شنو الأمور. أوكي؟ نجي هنا نشوف. نشوف هنا طبعا عندي اول شيء عندي التمن الباقله، حيكون عندي طبعا راح يكون عندي التمن الباقله اللي هو يكون عندي هنا باقله تقريبا نقول 300 غرام، راح يكون عندي شبنت تقريبا يكون باقتين من الشبنت، شويه من البصل، وشويه راح يكون عندي اكيد الرز موجود ويانا، وراح اشوف شنو الامور. طبعا هنا زيت على النار موجود، راح نحمص البصل وراح نخلي الشبنت والباقله شويه نحمصن، ونخلي التمن اللي موجود يعني رشه من الملح، والمي الحار راح يكون موجود ويانا. نجي للتبسي اللي موجود ويانا، طبعا تبسي راح يكون عندي هنا الباذنجان نقليه هنا وتيتي راح تكون عندي هنا، راح يكون عندي طبعا البصل والفلفل الاخضر، وراح يكون عندي هنا شويه من الطماطه، شويه من المعدنوس، كاتشب، شطه، طبعا كله مقطع. طبعا هنا نحكي على الامور كلها مقاليه يعني هذا الشكل، اللي هو الفلفل والبصل، شويه من الفلفل الحار ممكن نضيف له هنا، بوتيته مقليه وياها، راح يكون هنا الباذنجان نفس الشيء، راح يكون عندي شويه من الطماطه، نا دبس الرمان، نا كتشب، نا معجون، شوي من شرائح الليمون، نا شطة، حكون الملح، شوي ثوم، كركم، نا كمون، والفلفل الأسود. هي راح تكون هاي المقادير. طبعا الدجاجة، طبعا نحكي نسولف على الدجاجة اللي هي موجودة عندي، دجاجة داخل الفرن، طبعا نفس التوابل اللي موجودة عندي اللي ذاك اليوم أنا اشتغلتها قبل 3 أيام، دجاجة بالفرن اشتغلتها وحمصناها تحميص صحيح، خمرناها العفو تخميرة حلوة، طلعناها خليناها بسيليفون داخل الفرن. طبعا هنخليها فوق الصينيه اللي بيها التبسي باذنجان والبوتيته والهاي، اوكي، او ممكن نخليها فوق الرز الباقله ممكن أي. فنجي هنا نجي هنا نشوف المقادير اللي هي حتكون بال يكون للسلطه الباذنجان اللي هي تكون عندي هنا. طبعا هنا مقلي باعشون كريسبي صاير يعني قالينا خليها حلوه بهذا الشكل، طبعا لازم شويه يبس عندنا ونشفه من الدهن ونخليه هنا. حيكون طبعا الخيار موجود، فلفل، بصل، طماطه، شويه من الجزر، شويه من المعدنوس، دبس الرمان، ليمون دوزي، شطه، راح يكون عندي هنا كمون، فلفل اسود، والثوم. وهنا راح يكون عندي المقادير على الشاشه حتى نشوف شنو الامور. راح تكون عندي هنا طبعا باذنجان نصف كيلو مثل ما شفتوا جوليان، نشرح شراح ونقلي. اول شيء هو هذا، طبعا لازم نقليه زايد حتى يكون يعني لونه اسمر ويكون القرمشه مالته تكون مقرمش. خيار راح يكون طبعا عندي عدد 2 قطعها، والفلفل الاخضر عدد 2، بصل راح يكون عندي ممكن حسب الرغبه، راح يكون عندي الجزر، وراح يكون عندي الطماطم موجوده، كاتشب، والثوم، زاد ليمون دوزي، هاي التوابل حكينا عليها اللي موجوده ويانا. نجي هنا نشوف مقادير التبسي، التبسي راح تكون على الشاشه اللي هو راح يكون طبعا عندي تبسي دجاجه كامله، يكون عندي باذنجان زائد بطاطا، بصل، فلفل اخضر، كله طبعا قاليها ومحضريها، طماطه راح تكون عندي موجوده، معجون 3 ملعقة طعام، شطه زائد كاتشب ربع الكوب، راح يكون عندي دبس الرمان ربع الكوب، راح يكون عندي كركم ملعقه طعام، فلفل اسود زائد ثوم مهروس، كمون ملعقه كوب، راح يكون عندي الملح. هاي التوابل اللي حكينا عليها للتبس. هسه نجي هنا بالبدايه ايش راح نسوي؟ راح نجي نطبخ تمن باقله. اوكي؟ هسه حنخلي البصل شويه، نحمص البصل اللي موجود عندي. اوكي؟ ذبينا البصل طبعا مقطعيه شرائح. قلب هذا الشكل. اوكي؟ ذبينا البصل. نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم شاورما. عدي شلونك؟ زينه؟ اوكي. هسه نجي هنا نحمص بالبصل هذا الشكل. طبعا الدهن حار وخلينا البصل شويه، خليه شويه يشقر البصل. وبهذا الشكل اوكي. هنا طبعا نحكي على الباذنجان اللي قليناه، اللي هو يكون للسلطه الباذنجانيه.
طبعا هذا من نقل، نخلي ورق جوا، خلي ورق جوا، نخلي يمتص الدهن اللي موجود به، وراها راح نقله بغير مكان حتى يكون كريسبي، يعني نخليه على هواء شويه حتى يبس عندنا ضروري، ما يكون اي لا طبعا ما يكون ممرود، اذا ينمرد فراح ما راح ناخذ سلطه، ما تكون حلوه، راح تكون ممروده، طبعا هو روح السلطه يكون هو الباذنجان اللي موجود بها. اوكي ناخذ ام حسين من بابل. الو، شو اخبارك ام حسين؟ علينا وعليكم، شو اخبارك انت؟ الحمد لله، انت امورك؟ الله يسلمك، رحم الله والديك. شلونك برمضان؟ شلونك برمضان؟ الحمد لله وشكرا. ماشي الامور؟ مسويه فطور اليوم؟ اي والله. اه اليوم شو مسويه اليوم؟ كبت برغل وشوربه. اه. عوافي عوافي. الله يسلمك، عافيه عبد الله. ابنك شو عمره 4 سنين. اه ابنك؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو اسمه حسين؟ ايه حسوني. الو الو علي، شلونك حسون؟ شلونك حبيبي؟ حسوني؟ حسوني تسمعني؟ حسون تريد اكل؟ اسوي لك اكله حسوني. اوكي شكرا لك، شكرا لك، سلام للاهل حسوني البيبي، شكرا لك حبيبي. هسه نجي هنا نشوف، طبعا خلينا الشبنت خلينا الشبنت والباقله هذا الشكل، خلينا انا ويا البصل. اوكي لازم نحمصهن البصل والشبنت والباقله اللي موجوده ويانا هذا الشكل. اوكي هنا نقلب بهذا الشكل وناخذ ملاك من الدهوك. ملاك ملاك شو اخبارك؟ رمضان كريم، شو صوتك؟ علي صوتك. علينا وعليك وعلى امك محمد ان شاء الله اجمعين. استاذه منين تحكي وياكم؟ منين تدري؟ اه منين تحكين شاركين بالبرنامج؟ وكم من أكلة لم أحبها أحببتها من أجل عينيك. الله الله وربي وربي أطبخك يا رب. كل لك يوم من يومية قاعدة خايفة كرسي قاعدة وطمش عليك. الله يخليك من ذوقك طبعا. هنيا هنيا من ذوقك يا طيبة. اليوم شنو فطورك اليوم؟ بس اعطني مجال. اليوم شنو فطورك؟ اليوم كبة مسويين ودولمة. اه كبة ودولمة؟ اي والله استاذ الصراحه انا ما اطبخ، البيت يطبخون. ها انت ما تطبخين؟ ليش ما تطبخين انت؟ والله احنا كثار بالبيت، انا بس اكل، بس من انت سويت الدجاج ويعني هذا سويت التشريب، لا يوم يسوي قالوا الاكل يحصل. اه بالعافيه عليك بالعافيه. الله يعافيك ويعيني والله حبيبي، بس اشارك فيك واني دائما دائما اتابعك. نورتيني نورتيني نورتي. شكرا لك شكرا لك يا الغالي نورتي. هسه مثل ما شفتوا شكرا لك. نجي هنا نجي هنا ناخذ، شوف حمصنا شويه البصل والباقله بهذا الشكل، ضروري شويه نحمصهن. اوكي طبعا هسه نجي هنا ناخذ، راح نجي هنا اجى وقت التمن راح نخليه. اوكي راح نضيفه بهذا الشكل هنا، حلو ضفنا بهذا الشكل، وناخذ منه دموع من ميسان، راح الدموع ان شاء الله تعاود دموع مثل ما شفتوا بهذا الشكل. خلينا تمن. اوكي خلينا بالاخير البركه خليناها. هسه قلب هذا الشكل شويه، هم نحمص التمن ويا الامور الباقله والبصل والشمنت اللي ضفناه بهذا الشكل. هنا اوكي. هذا الشكل. هسه راح يكون طبعا راح يكون عندي هنا المي، هنا مي مغلي. مي حار راح يكون عندي. طبعا احنا نذكر الدجاج احنا ما سلقناها.
من التتبيله اللي خلاناها. ممكن احنا موجوده عندنا التتبيله على الشاشه، اذا ممكن طلعناها حمودي المخرج ممكن اذا طلعناها اذا موجوده تتبيله الدجاجه. هسه راح نخلي المي بهذا الشكل، ناخذ من المي الحار ونضيف. اوكي، راح يكون طبعا الدجاج المشوي اللي موجود، التتبيله اللي اني طبعا اشتغلت احنا هنا. اوكي، هنا راح يكون طبعا عندي هنا دجاج مشوي، خل ابيض، 1 كوب معجون طماطم اكو عندي، زائد ملح، عصير الليمون، اللبن الزبادي، والفلفل الابيض والفلفل الاحمر، والثوم، شطه، بابريكا، كمون. هاي يكون نخبطها خبطه حلوه، نكسرها مي اكيد، وراح نخمر الدجاجه بها ممكن ساعه، ممكن ساعتين، وممكن اذا طبعا وقت قليل راح نضاعف المواد نقويها. ليمون دوز مثلا خلي شويه اكثر، ليمون شويه اكثر. هسه خلينا بهذا الشكل، نجي هنا خلينا المي بهذا الشكل. اوكي، هسه احنا ننتظره، بقينا مي شيء قليل حتى نسوي به الصلصه، وناخذ نور. نور من صلاح الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. يا نور. شو اخبارك انت؟ الحمد لله. حبيت اسلم عليك وعلي طريقة عملية جنود الست. جنود الست، اليوم انت مسوية فطور؟ ايه. سويت اليوم؟ والله بانية وشوربة. بانية وشوربة. بانية عليها لحم، يقول عدي قوم شوي يتحرك هيك من اسمع بانية عليها لحم. ايه. عدي يقول اريد معون اكو؟ ايه اكو. اكو؟ ايه. عوافي عوافي. شكرا لك، هسه نشوف طريقة زنود الست ممكن نعرضها اذا موجودة. شكرا لك. شكرا لك الغالي. هسه نجي ناخذ نداء من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا قلبي؟ شلونك، شو اخبارك؟ الحمد لله. اظن كان رايده رقمك الخاص، يعني اذا ما رقم الخاص؟ نعم. اوكي، ممكن تتواصلين ويا الكنترول؟ اكيد راح ممكن توجه راح. ماشي، يعني تقدر تكرمشني مني. اوكي اوكي، رمش لك. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. هسه نجي هنا ناخذ هنا حيكون عندي مي قليل مخليه. عدي خليك وياه شوي. هنا راح يكون مي هنا قليل مخليه تقريبا حلو. اي عاد راح يكون عندي كوب، راح يكون عندي كوب، لا ماكو هيك، راح يكون عندي هنا كوب مي طبعا، وراح اجي اخلي المعجون هنا طبعا، مي راح يكون عندي حار، راح اخلي المعجون، راح نسوي صلصه، الصلصه تكون للتبس. اوكي وياي، راح نخلي هنا المعجون، خلينا المعجون هذا الشكل خلينا. اوكي، نجي هنا ناخذ مضرب اللي هو هذا، راح نخلط به المعجون، وهنا المي مغلي عندي بهذا الشكل، وراح نجي نضيف التوابل. راح نخلي الشطه، هاي الشطه راح تكون عندي حسب الرغبه، راح يكون عندي الشطه، راح يكون طبعا عندي هنا دبس الرمان، خلينا دبس الرمان تقريبا 1/4 كوب من دبس الرمان، ضفناه بهذا الشكل. اوكي، هنا عندي كاتشب، نضيف الكاتشب والتوابل اللي بقت راح نضيفها، اللي هي حتكون عندي كركم، وال حيكون عندي الكركم وشويه كمون، فلفل اسود، والثوم، وناخذ منه كرار من كربلاء. حبيب قلبه ابو خضير، شلونك؟ حبيبي الغالي، شو اخبارك؟ الله يعز غاليك قلبي. الله يحفظك. الله يحفظك. امورني الغالي. عمري تريد بس عندي المرض، عندي المرض طيبه، تريد تعرف طبخه السبيناق بلا امر عليك. السبيناق؟ اي والله فدوه. اوكي، السبيناق راح نجيب السبيناق ونجيب الشبنتل وياه، راح نجيب الاله. نعم. اللي هو موجود كامل راح نشتريه، مو؟ نعم. اوكي، راح نقطع الاله والشبنت على صفحه، ننظفهم ونقطعهم ناعم. نعم. اوكي؟ ولا راح نقطع السبيناق اللي موجود عندنا، ايش راح نسوي؟ راح نغسلهم اثنيناتهم. نعم. بس مو سويه، يعني كل واحد على صفحه.
وراها نعم. راح طبعا نجيب جدر، ممكن احنا ذا نخلي لحم وياه، نسلق لحم نعم. اوكي، ونجيب جدر فارغ بصفه، نخلي بيه شويه من الزيت، شويه نحمص الليه اللي موجوده عندنا، نحمص الليه اللي موجوده عندنا. اوكي اوكي، او اللحم نحمص سويه بالزيت، ونخلي الشبنت والاله بالبدايه ونحمص نسويه ويا نوم وبصره ويا الكركم. اوكي، كركم ونوم وبصره. اوكي، وراها راح نجي نجيب الموجود عندنا السبيناغ، ولا ما غسلناه وقطعناه، راح نخليه سويه ويانا ونحمص به، نخلي معجون. اوكي، حمص المعجون شوي، شويه عصير الطماطه طبعا، واللوبيا الحمراء ما ننساها، نسلقها على صفحة ورا ما انسرقت وجهزت، نذبه وياها، ونخلي مي اللحم اللي سوينا به، سلقنا اللحم نذبه فوقها ونخليه على نار هادئة طبعا، وبالعافيه عليك. شكرا لك، شكرا لك. هسه مثل ما شفتوا راح نخلي الثوم، ثوم مهروس شويه، تقريبا 2 سن من الثوم راح نضيفن، راح نخلي الكمون، كمون، وراح نخلي هنا فلفل اسود. هاي راح تكون عندي التتبيله اللي هي تكون هنا، عندي مي راح يكون موجود اكيد، حتى ممكن نسوي نكسر الصلصه مثلا، نخففها او نثخنها. ناخذ صفاء، صفاء من بغداد، صفاء ناخذ الملح شويه. الو، وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الله يخليك يا قلبك، شو اخبارك انت ان شاء الله؟ زين والله، زين الحمد لله. هذا انتم زينين؟ طبعا شو ثاني سؤالك، يعني كالعاده لا عندي استفسار عن شيء ولا عن اكل، بس اقول لك شغله واحده. اوكي، بانه انا حامل واذا طلع شيء بالطبيعه راح يكون على مسؤوليتك. ما اقدر طبعا صراحه، يعني الباحه ما شفت اصلا البرنامج او الباحه، لان الاكلات اللي تسويها ما تخليني اتحمل، لازم مطلع اجيب المواد واسويها. هاي ده الطبخين انت ولا ده الطبخين؟ اي اطباخ، بس وش تسوي انت؟ لازم ارجع اسوي انا نص ساعه. اليوم شو مسوي فطور اليوم؟ والله اليوم سويت شوربه، بدي احضر لي الدولمه ان شاء الله. اه شوربه وبعد شنو؟ اي ان شاء الله. اوكي، لا دولمه. طبعا احب اشكرك على البرنامج الحلو، على الاشياء الطيبه اللي تسويها. ويدك ويدك يا طيب. طيبه طبعا. شكرا لك. بالعافيه على كل واحد سوى الاكلات مالتك. شكرا لك الغالي، من ذوقك اكيد طيبت. سلام للاهل، سلام للاهل كلهم. نجي هنا نشوف الدجاجه وامور الدجاجه، وعدين راح يسوي لنا مشاكل هنا. حلو، طبعا شويه من عصير الليمون، خلينا نضيف شويه من عصير الليمون للصلصه، ضفنا من عصير الليمون شويه. اوكي، نجي هنا نشوف الدجاجة. ومسلفنها ومجهزيها. الله. بهذا الشكل. طبعا ما سوالف لكم شنو؟ ما باقي بهش. حلو صح. السلج هنا طبعا دائما انا اخلي شويه زبده او زيت لوجه الدجاجه من فوق حتى ما تلتصق عندنا. شوفوا صارت مرتبه، يعني بقى مستويه منتهيه بقى. منتهيه ما باقي بيش. اوكي، مثل ما قلت حمود. هسه نجي هنا طبعا اخليها على جنب. اوكي، وراها نجي هنا ناخذ رحاب من اربيل. الو مرحبا، شلونك؟ مرحب، شو اخبارك؟ اخبارك؟ الحمد لله. شنو هاي الاكلات؟ كيف شنو هاي الاكلات؟ اي عجبتك؟ اي والله صايمين يعني عاد. ده تطبخين انت ولا ما تطبخين؟ والله انا ما اطبخ صراحه. ليش ما تطبخين؟ مو ده تتابعين؟ والله ايوه، بس اخويا تطبخ. يعني ذاب الثقل كله عليه، ما لك شغلات؟ مو؟ لا بس المعجنات اني اسوي. معجنات، اختصاصك معجنات. ايه بس اطبخ لا ما اطبخ. اوكي، يعني شو وقت راح تسوي لنا معجنات؟
عادي اسوي شقة تنفيذية. احب المعجنات انا يعني اسوي، بس الطبخ لا ما احبه. ما تحبين طبخ؟ طبعا هو الدرجة الأولى حيكون الطبخ، بعدين السلطات والمعجنات هاي تكون وراها والحلويات. اوكي؟ اكيد، بس ما لي واهس فيها، بس بالمعجنات. مالك واهس فيها؟ لا. شو بدك تسأل عن الحلقوم؟ الحلقوم؟ اي. اوكي، طبعا راح اشتغل حلقوم ان شاء الله هاي الايام الجاية، راح نشتغل حلقوم، اوكي؟ ان شاء الله. اوكي، شكرا لك، شكرا لك. مع السلامة. هسه نجي هنا راح نبلش حتى نسوي التبسين، حضر التبسين. راح ناخذ المي اللي موجود بالدجاجه والتتبيله اللي راح نضيفها الاسفل الصينيه بهذا الشكل، مي الدجاج اللي ضفناها بهذا الشكل، طبعا هم بالتوابل اللي موجوده اسفل الصينيه هنا. اوكي، ضفناه بهذا الشكل مثل ما شفتوا. راح نجي هنا، شوفوا هذا المي موجود، راح نخلي البطاطا اللي موجوده عندي. اوكي، هذا الشكل. ناخذ من ويانا ام، من ويانا ام مؤمن من بغداد. الو، شو اخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. علينا وعليكم. عليكم، اشكر ان شاء الله. ممكن سؤال؟ عيوني جواب. بس الخبز المنزل يعني خبز البيت العادي خبز. دائما يعني من اخبزه يعني يصير مكسب ويصير قوي، ما اعرف ليش، شنو السبب يعني؟ ممكن اعرف السبب؟ اوكي، ممكن السبب انت ايش قد تخلين الخمره؟ يعني اذا مقدار تقريبا كيلو وين اخلي قاشوره كلش كبيره مال اكل يعني متروسه هواي. اوكي، ممكن الطحين نخبطه. اوكي، لو تبدلين الطحين اللي موجود عندك. شنو اسوي؟ الطحين تخبطيه، يعني تجيبين من نوعين طحين، يعني نوع من غير شركه ونوع من غير شركه، وتخبطيه سويه. اوكي؟ زين، انا جربت غيرت الطحين حاله، النتيجه نفسها يعني. لا، مو تغيري، يعني تخبطين خبطه تكون من هذا نوع من هذا نوع. اوكي؟ مو هو الخلل وين؟ الخلل عندك بالطحين. زين، انا اخلي مرات شويه صودا وشويه شكر ويا الخمره، يعني تدني الهنا شكر. ليش بدي تخلين شكر؟ لا تخلين شكر. اوكي، السودة يعني اللي هي تخلي العجين فوار، يعني بسرعه تخليه يختمر. وهم لا تخلين انت بالبيت، يعني مو مخبز او فتش، يعني هذا نهم اذا سبب. ايه، خلي بس خمره. اوكي، بس خمره ومي دافي شويه، نعجن عجنه حلوه. اوكي، ماكو مشكله، ممكن نخبط الطحين. اوكي، شكرا لك. شكرا. هسه نجي هنا مثل ما شفتوا، خلي نكمل الامور هاي. نجي هنا راح نخلي بهذا الشكل. اوكي، ناخذ الباذنجان اللي موجود عندي وبهذا الشكل صفط. اوكي، وناخذ حوراء من بابل. الو، شو اخبارك يا حوراء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا الحمد لله، انت اخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك يا عمري. حبيت اسلم عليك واقول لك عافيه ايدك. ويدك اليوم مسويه فطور حوراء؟ اي طبعا. شو مسويه اليوم؟ والله نواشف. نواشف؟ راح تدزين لنا نواشف؟ نريد ناكل نواشف. تدلل. ها؟ ونطيش تبسي. ننطيش تبسي. اوكي؟ الله يكرمك. تدلل. اوكي، شكرا لك يا حوراء. شكرا. هسه مثل ما شفتوا، خلينا التبسي بهذا الشكل. طبعا راح نجي رشه من الملح ملحه، شوف شلون صار الشكل. نجي هنا، حلو. اوكي، راح ناخذ شويه من الصلصه، راح نطفي النار عليها حتى شنو؟ نطفي النار عليها بهذا الشكل. نجي نشوف الصلصه شنو. طبعا انا ضروري اخليها شويه تصير على النار، نخليها. اوكي، هنا حلو. نجي ناخذ الصلصه اللي موجوده عندي واخليه بهذا الشكل. اوكي، طبعا الصلصه احنا حنضيفها، سوينا احنا المقادير. ممكن احنا اي
ممكن احنا حسب الرغبة من هالقد نخلي اكثر او قليل، او نحب الصلصة اللي راح نجي نجيب اي شيء ممكن العقل راح نحركه بهذا الشكل ننص شوية حتى تصير صلصة موجودة عسر هنا. حلو نخلي بالنص شوية اوكي، وناخذ الدجاجة اللي موجودة عندنا، ناخذ الدجاجة اللي موجودة عندنا اوكي وبهذا الشكل هنا. حلو خلينا على الدجاجة اللي موجودة عندنا هذا الشكل، بقى عندي هنا شوية من الباذنجان والبصل بهذا الشكل. طبعا احنا قلنا ممكن نخليها على الموجود تمن الباقلاء، شوي من الليمون اوكي، رشه من الملح، راح يكون عندي معدنوس هنا. حلو صار عندي جاهز، بقى حد من الصلصه وناخذ ام مصطفى من الانبار. هلا عيني عباس، شلونك؟ شلونك شو اخبارك يا ام مصطفى؟ هلا عيني، الله يحفظك، الله يخليك، الله يسلمك. شنو هالتبسي هذا الحلو؟ قدامك ها؟ هذي دزلك اياه؟ الله يخليك. اي والله دز لي اياه، دز لي اياه ودز لي اياه. اوكي راح ندز لك اياه دليفري. تسلم لي بعد قلبك، تسلم لي شيخ. الله يحفظك، الله يخليك. شيخ عباس انا بالنسبه لي انا اسميك معدل النسوان. ها الغالية، شكرا لك. الله يسلمك، الله يخليك، انا اتعلم مني زيك، ما اتعلم من كلامك طبعا. ها ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة والعافية وتبقين تابعين. الله يسلمك، انا متابعتك يما يوميا. ادري بيك، ايش ما ادري؟ انت صديقة لنا، صديقتي برنامج. اي والله، اي والله، انا حتى قبل اروح للدوام انا وياك. احضر اكمل واخلص يلا اروح للدوام. الله يخليك. نورتينا، نورتينا الغالية. شيف عباس بعد قلبي، تسلم يا عيني. عندي قوز الشام. العام سويته. ايه. تقدر يعني طبعا موجود موجود بالقائمة اللي هي الرمضانية، موجود قوز الشام. اها تسلم، عاشت ايدك، عاشت ايدك يا عيني، عاشت ايدك، تسلم بعد قلبي. ويدك، ويدك الغالية، ويدك. تسلم لي شيف عباس، الله يخليك. شكرا لك، شكرا لك. هسه مثل ما شفتوا خلينا التبسي وراح شر التبسي، وعدي ترى خبصنا، ترى عدي. يعني خلصوني من عدي شلون؟ قول له اعطيني فخذ، اعطيني ها، قلت له صايم. يقول ما يخالف اضمه. هسه نجي ناخذ نور. نور من بابل. نور. راحت نور. نجي هنا هسه ناخذ امور الباذنجانيه اللي موجوده عندي. اوكي؟ ها راح يكون عندي الباذنجان، وناخذ المقادير على الشاشه. ممكن نشوف مقادير الدجاجة المشوية والتبسي، ونشوف مقادير الباذنجان اللي موجود ممكن يحب يشتغله حتى ناخذ له صورة. هذا راح يكون للتبسي المقادير على الشاشة، طبعا اللي يحب يمكن يشتغل ممكن ياخذ له صورة حتى يقدر يشتغله. اوكي راح يكون مقادير دجاج المشوي، هاي هم على الشاشة. طبعا هاي راح يكون عندي الخل الأبيض والمعجون، عصير الليمون واللبن الزبادي والفلفل الأبيض. طبعا ها كل هالمواد نكسرها، قلنا مي، ممكن كوب مي أو كوبين نقدر نضيف لهن. أوكي راح يكون عندي سلطة الباذنجان، راح تكون هاي المقادير مالتها على الشاشة مثل ما تشوفون. هسه لهنا اوكي، نجي للسلطه الباذنجان اللي موجوده عندي. قبل كل شيء راح نشوف التمن مالتنا صار منه. الله يكون هذا الشكل مالته تمن باقلاه.
ما احكي لكم شنو العطر البيه اللي هو الاشبنت والبصل والباقلة. هذا راح يكون شكل ما راح نحركه بهذا الشكل. اوكي جا نخليه على نار هادئه على ما يجهز عندي هنا. حلو طبعا نار تكون هادئه. نجي هنا راح اول شيء احرش شوي ملح على الباذنجان اللي سويناه. طبعا احنا ما ملحينه. راح نجي ناخذ الخيار اللي موجود عندنا. طبعا هاي تنخبط باليد ما تنخبط بخاشوقه. اوكي ناخذ ام احمد. ام احمد من ديفار. مساء الخير. شلونك عيني؟ شلونك شو اخبارك؟ الله يسهل عليك شخبارك. الله يخليك. رمضان كريم. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. شنو الاكله يا معود؟ عجبتك الاكله؟ اي والله كلش طيب. شنو اللي عجبك بالاكلات؟ التبسي. التبسي؟ اي والله. راح ادز لكم وياه التبس. خليك عافيه. عوافي عوافي. بس بدي اعرف الكليجه لا ما صار عليك زحمه. الكليجه؟ اي نعم. الكليجه طبعا راح اشتغلها. قلت انا هذا الاسبوع ان شاء الله راح اشتغل الكليجه. اي والطبخ لا ما صار زحمه. التمن الاحمر. التمن الاحمر يعني انتم سيدي تحرجون عدي تحرجون عدي تريدون تقولون تمن احمر ضوجوه. ندزله هذا ندزله. اي يضوج يعني تبي تقولون تمن احمر رجاء لا احد يجيب طاره تمن احمر وعدي موجود. لان نسوي ندزله. ها عدي تريد؟ يقول اوكي يجيبوا الجدر اخذوا معهم. اوكي ندزله هذا ماكو مشكله. اوكي شكرا لك شكرا نورت. هسه مثل ما شفتوا خلينا الفلفل والبصل راح نخلي الطماطه هذا الشكل شرائح الطماطه كله بهذا الشكل شرائح الطماطه مثل ما تشوفون. راح نجي نخلي التوابل. راح نخلي فلفل اسود فلفل اسود راح نخلي كمون هذا الشكل شوية من الثوم راح نضيف. اوكي شرائح الليمون بهذا الشكل ضفناها مثل ما تشوفون. هنا عند الليمون دوزي راح نضيف. اوكي ملعقة كوب من ليمون دوزي. راح يكون عندي شطة شطة بهذا الشكل. اوكي مثل ما شفتوا خلينا هاي التوابل. فقط عندنا من التوابل اللي موجودة عندنا هسه نجي نشوفها. نجي هنا راح يكون عندي طبعا معدنوس راح نضيف هذا الشكل. وهنا عندي الجزر جزر شرائح جزر ممكن مسلوقه مسلوقه او ممكن غير مسلوقه. ممكن اذا غير مسلوقه نسوي شرائح ناعمه اوكي حتى ما تكون قويه عندنا. هنا راح يكون عندنا دبس الرمان دبس الرمان راح نضيف هذا الشكل. وناخذ فاطمه فاطمة من الديوانية. اوكي. الو. الو. فاطمة شلونك؟ زين الحمد لله. الحمد لله. رمضان كريم. علينا وعليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة تسمعيني؟ ايه. ايش قد عمرك انت؟ انا؟ ايه. فاطم. ايش قد عمرك؟ عمره 10 سنين. اه 10 سنوات. اوكي، شو تحبين اكل؟ اريد التمن الاحمر والقص. لا، تمن احمر؟ اي والقص. والقص؟ والقص تريدين وياه؟ انا احب ها تحبين التمن الاحمر؟ اي احب لك. ها تحبيه؟ اوكي يوم مسويه فطورتي؟ اليوم انت مسويه فطور؟ انا ما سوي بس ماما تسوي. ليش ما تسوين انت فطور؟ انت مو تعرفين تطبخين؟ لا ما اعرف اطبخ. قولي يا ماما خلي تعلمك، قولي خلي ماما تقول علمني الطبخ. انا مو مسوي. إيه انت تعلمي انت؟ ما اعرف. ليش؟ انت تتابعيني تتابعيني انت يوميا؟ هي تقلي بس انا اقلها لا اقلها لا ما اريد. انت تتابعيني يوميا؟ اي كلش طيب اكلك. ها آه شلون انت ضقتي الاكل مالتي ضقتي؟ ها؟ يا فاطمة يوميا كلش طيب اكلك. اوكي طيب؟ كلش طيب.
يلا لازم تتعلمين انت الطبخين، لازم انت مو تتابعيني، لازم تتعلمين شلون اسوي التمناني، شلون اسوي سلطه، لازم تكتبيها بورقه، كتبيها بورقه شي اخلي اني حتى تتعلميها. اريد التمن الاحمر وقص وبيتزا. اه بيتزا النوم. اوكي 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 يلا. سلام للاهل، سلمي لي على الماما على الاهل كلهم. شكرا. هسه مثل ما شفتوا باع نخبط بهذا الشكل، طبعا لازم باليد نخبط بهذا الشكل اوكي حتى كل المواد تصير ويا الباذنجانيه الحلوه. شفتوا كميتها كانت عاليه بس من خبطناها وهاي صارت اقل، لان الباذنجان كان كريسبي من خلينا له الكاتشب والهاي فذب نفسه هذا الشكل صار صار وبهذا الشكل. طبعا ناخذ ابو جنات، جنات ها آه جنات جنات من ميسان، كاتشب راح يكون حسب الرغبه. وعليكم السلام. السلام عليكم شيف عباس. وعليكم السلام، شو اخبارك يا جنات؟ رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك شيف عباس؟ الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله. شكرا على هالاكلات الطيبه. من ذوقك، من ذوقك يا طيبه. بس شيف عباس ممكن عجينه البرغل؟ عجينه البرغل؟ اي هاي مال الكبه؟ ها يعني الكبه؟ اي قلي. اوكي هي نفسها طبعا نفس المقادير، بس احنا نفس المقادير اللي انا دائما اشتغلها، بس هي احنا ممكن نقليها وممكن نسلقها. يلا شكرا. اوكي شكرا لك، راح نطلعها على الشاشه يا جنات، حتى ممكن تاخذي لها صوره اللي هي الكبه، حتكون على الشاشه كبه الجريش. راح يكون عندي 700 غرام اوكي شيلها 700 غرام برغل وسط، راح يكون ممكن تلا نسويها ما سواها، راح يكون عندي لحم عجل اوكي وكمون والبهارات مثل ما تشوفون. شكرا لك اوس. هسه على هاي المقادير الحلوه. هسه نجي هنا مثل ما شفتوا خبطنا السلطه، صارت عندنا بهذا الشكل. نجي هنا راح ناخذ فد طبق حتى نخلي به السلطه اللي موجوده عندنا. اوكي راح نقدمها بهذا الشكل، راح تكون طبعا الكاتشب قلنا حسب الرغبه راح يكون. راح يكون الكاتشب اللي ضفناه حسب الرغبه، ممكن اكثر او اقل. وبهذا الشكل صار عندي اوكي. ناخذ ناخذ ام علاء، ام علي ناخذ ام علي، ام علاوي، ام علاوي من بلد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شيخ؟ شلونك انت اخبارك؟ الله يسلمك عيوني. الله الله يخليك. عشتيلك عشتيلك على اكل. ويدك ويدك يا طيبه من ذوقك. والله وعدك. بس العجينه مالت الجلابيه. عجينه الجلابيه؟ اي بس لا بس بس نطلب منك طلب. وهو اليوم شنو فطورك؟ ها باقي له سلق ودجاج مشوي. باقي له سلق؟ اي وبعد شنو؟ ودجاج مشوي. ها دجاج مشوي بالفرن، شلون انا شويته لو يختلف؟ لا يختلف شويه. يعني شو تقولين اطيب هو اطيب لو هذا الدجاج اللي عندي؟ لا طبعا اكلك اطيب. لا طبعا انت ام بيت اكيد يصير اكلش طيب. رحم الله والديك. والديك والديك. الزلابيه؟ شكرا معك. اوكي شكرا لك. عجينه مال الزلابيه. اوكي هسه شوف مقاديرها على الشاشه موجوده عندنا، طبعا اشتغلناها عندنا. شوفها. رحم الله والديك. نشوف النار الزلابيه حتكون على الشاشه اللي هي راح يكون عندي النشا كوب ونصف، راح يكون عندي طحين واحد كوب، راح يكون عندي طبعا هاي ناشفات راح نخبطها، راح يكون عندي اللبن الزبادي ملعقتين طعام، راح يكون عندي خمره زائد فانيلا ملعقه كوب، ماء كوب ونص، طبعا ماء كوب ونص راح نضيفه ونخبطها خبط. اوكي نخبطها خبط ونشوف شنو امورها. خليها تختمر تقريبا، تختمر تقريبا خليها نص ساعه تختمر، نغطيها بشيس لانون او حتى لو وصلت ممكن خام. نغطيها ونخليها تختمر، ورا نص ساعة راح نجي نفتحها ونقلبها نطلع الهواء اللي بداخلها،
نسوي الشيره، الشيره تكون عندي 2 كوب سكر، 1 كوب مي، عصره ليمون دوزي، حكون عندي صبغه لوزينه شيء قليل حتى تكون الزلابيه من نطلعها من التقلاه ونخليها بالشيره تكون لون الاشقر. اوكي؟ هسه نخلي هنا شوي من زيت الزيتون. من زيت الزيتون نضيف فوق باذنجانيه. اوكي، ناخذ منو ويانا؟ زهراء من واسط. زهراء، زهراء، الو الو، شو اخبارك يا زهراء؟ الحمد لله، انت شلونك؟ رمضان الحمد كريم. لله رمضان كريم علينا وعليكم. كيف بلا زحمه ممكن المقادير مال الحلاوه الشوكليتيه؟ حلاوه الشوكليتيه؟ اي اوكي، راح تكون المقادير هسه نشوفها على الشاشه السويه. اوكي؟ مقاطع الكهرباء. اوكي، مقادير حلاوه الشوكليتيه، طبعا ممكن يحب يشتغلها وهم راح نشوفها وهم راح نعيدها. اوكي؟ هم راح اعيدها لك اياها ونشوفها. اوكي، راح تكون طبعا عندي. اوكي؟ شكرا لك. نشا راح يكون عندي 1 كوب، حليب بودره راح يكون عندي 1 كوب، طبعا بدنا نخبطها نسويها، هن يكون ناشفات بدون مي بدون اي شيء. راح يكون عندي الزبده، الزبده حنخليها تذوب الزبده، 1 باكيت من الزبده خليها تذوب، وراها راح نخلي كريم الكراميل 1 ملعقه طعام، اوكي؟ كريم كراميل 1 ملعقه طعام، وهي المطحون نصف ملعقه كوب. راح يكون عندي شيره، طبعا كريم الكراميل راح نضيفه ويا الشيره، شيره سكر 2 كوب وماء 2 كوب، نخبطها سويه ونخلي. اوكي، راح يكون عندي هيل مطحون، طبعا هاي الكراميله والهيل المطحون الشيره ذن كلهن سويه نخبطهن، ورا ما ذابت الزبده عندنا راح نجي نخلي النشا والحليب اللي خبطناه سويه، طبعا حليب بودره ونشا، ونجي نقلب ونقلب شوي نحمصهن ويا الزبده اللي موجوده، طبعا كلها تكون نار هاده، ضروري تكون نار هاده، وراها راح تتحمص عندنا الحليب والنشا اللي ضفناه بالزبده. راح ناخذ الشيره حاره تكون يمنا قريبه، وراح نجي نخلي بالتدريج وناخذ هذا المضرب اللي هو يكون بالتدريج ونخبط شويه 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 شويه، نخبط يكون عندنا هذا الشكل، على ما نخلي الشيره كلها وتكون عندنا حلاوه شوكليتيه اكيد مضبوطه راح تكون 100%. ناخذ ام يوسف من بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير طبعا على هذا الفيديو. الله يخليك، الله يحفظك. طبخات ابداع، واي يعني تقريبا انت اول شيء تاكلين من طبخاتك. انه وحدتنا بطبيعتنا عراقي 100%. طبعا لا اكيد اكيد، انت تطبخين مو هاي الطبخات؟ كلها ان شاء الله يعني، بس انا عندي الزلابيه سويتها بلا زحمه. ايه صارت عندي شويه لينه، يعني شنو يكون الخلل فيها؟ الخلل تكون لينة عندك. اوكي، طبعا لازم تختمر تقريبا خلينا نقول نص ساعه فوق النص ساعه، يعني 40 دقيقه تكون مختمره وجاهزه عندنا. شويه من اللبن، اي اللبن الزبادي نضيف له شويه لبن. كل نفس المقادير بس خليها تسعى نفس ساعه كامله. اوكي، نفس المقادير. طبعا الدهن ايش قد نسبه الدهن، عاليه لو قليله؟ لا لا، هي نفس المقادير اللي انت خليتها، لان انا كاتبت الورقه وباقيت لهم صوره اصلا يعني. اوكي، خليها شوي، خليها تتاخر شوي بالدهن، خليها شوي تتاخر. سؤال ثاني بلا زحمه. اوكي. سؤال ثاني اذا ممكن. اوكي اوكي، عمرين. اوكي، بلا زحمه، طب طريقه طبخ التمن باللبن اذا ما فتح. تمن باللبن؟ اي ممكن اخذ المقادير تطيني. اوكي، لا اشتغل لك اياها، ممكن هو شيء قليل، راح نسوي لك جدر صغير. اوكي، حتى تتابعينه وتشتغليه بالتفصيل، حتى ليش اقول لك بعدين تقولي لي ها ماستر. اوكي؟ لا شكرا، شكرا جزيلا. اوكي، شكرا لك غالي، شكرا. طبعا نحب نذكر كل هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم شاورما. هسه نجي هنا اكيد جهز عندنا تمن الباقله ونشوف شنو امور تمن الباقله، وناخذ الطبق هذا بس العدي. هذا الطبق راح يكون عندي، نجي هنا شوف، الله شوف عدي شنو الامور، عدي شوف الشكل ويا البصل ويا الشمنت اللي موجود. راح نخلي بهذا الشكل، ممكن احنا الدجاجه شويناها نقدر نضيفه فوق هذا التمن الباقله اللي سويناه. طبعا حتى ممكن احنا نخبط لحم ويا، ممكن نسلق اللحم
ونفلسه ونخليه على هذا الله ويا شويه لبن، لبن زبادي وتكون الامور غير شكل. ناخذ من النجف، منو؟ بشائر من النجف. بشائر. الو. الو، شو اخبارك يا بشائر؟ الحمد لله كلي زينه. رمضان كريم. الله اكرمك، رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. عمرين شلونك انت، اخبارك؟ كلش زينه. اه زينه زينه يعني زينه؟ كلش زين. يوم مرتاح اليوم انت، شنو التفاعل؟ ها لا باكر اخر يوم من الامتحانات و يعني امورك عدله. ايه اوكي زين. انت مسويه فطور اليوم لو عندك امتحانات؟ لا عندي امتحانات، اخواتي يسوون. اي شوفي باكر اخير يوم بعد، ما عندك عذر. ها طبخين وياهم؟ لا ما اطبخ. ليش ما تطبخين؟ لا مو هو يعني شغل على اخواتي من يسوون لكن. ليش انت ليش ما تطبخين عاد؟ انت متابعين لو ما تتابعين؟ اكيد اتابع. اي لا طبخي، قوم قوم صيري احسن من عندهم. قولي انا سويت هيك اسوي هيك طبخ ان شاء الله. شو وقت؟ يعني في المستقبل. لا مستقبل هاي الايام راح تتصلين بيها تقولي لي انا طبخت فلان طبخه ذاك يوم انت قلت لي عليها وانا طبختها. يلا ان شاء الله. اوكي هاي انتظرك ان شاء الله. اوكي تمرني بشي؟ لا انا حبيت بس اسلم عليك. شكرا لك، شكرا لك من ذاك، شكرا. هسه نجي هنا، ليش ما تطبخون يعني؟ ليش ما تساعدون امكم خواتكم؟ هسه بدي اعرف ليش. ناخذ جوان، جوان من بغداد. جوان. نعم عيوني، السلام عليكم. وعليكم السلام. لسانك عيوني شيخ عباس. الحمد لله، انت اخبارك شلونك؟ تدون قلبك يخليك. الله يخليك، الله يحفظك. عيوني شيخ عباس. عيوني امريني. صوت تلفزيون عالي يمك، صوت تلفزيون عالي. صير صدى، صير صدى. تدول عينك. أنا معجبة كلش بالطبخات الطيبة. أوكي أوكي وياي. أوكي. تسمعيني جوان؟ أسمعك أسمعك عيوني وياك. أوكي عمريني يا جوان. تدول عينك مية ما عليك، أنا حبيت أسلم عليك ونهنيك على هذا البرنامج يا رب إن شاء الله تقدم والتألق أكثر. والوصول للقمة. شكرا لك من ذوقك يا طيب. اليوم شنو فطورك اليوم؟ والله اليوم فطورنا دجاج مشوي ان شاء الله على باميه على قدر لحم ان شاء الله. يعني دجاج مشوي شاوينا بالفرن؟ بالتنور. تنور بالتنور. اها. طيب ما التنور يعني نشويه بالتنور تكون طيب. اي طبعا في اكيد. انت تشوي لو غيرك؟ لا والله. ليش؟ احنا هي اللي سويت وانا اللي سويت مرق البانيه. البانيه مالتش طيبه، ايش يقولون عليها بالبيت؟ اي والله كل شيء حبه، هذا حكي عن انه ما تبقى اصلا. عدي يا شو اللي يسوي لي هيك؟ معون معون. ان شاء الله مو تد الا لعيوني لك. شكرا لك. بعد قلبي حفظك ويخليك الله. شكرا، سلام للاهل، سلام للاهل كلهم. يا وصل يا بعد قلبي تد الا لعيوني. شكرا شكرا شكرا. بعد هسه يخليك الله. شكرا. هسه مثل ما شفتي راح نجي هنا للدجاج اللي كملناه والتبسي الحلو، نشوف شنو اموره. اجانا عدي، بس اقول لكم ان شاء الله طبعا خلوا بالكم من عدي لان عدي عصبي، خاصه اليوم عصبي. هنا هنا عدي دا اشوفها لو لا؟ هلا اشوفها انا والله، وين اريد اشوفها؟ موجوده؟ ايش جوا طب يم اللايت. لا الله، هذا شكل الدجاجه والحركات الحلوه. اوكي مثل ما شفنا هاي الدجاجه الحلوه دا تستوي على راحتها، امورها كلش طيبه يعني. الله هسه مثل ما شفتوا طبعا نحب نذكر كل هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، تكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم شاورما. وناخذ ام علي من كربلاء. ام علي من كربلاء.
ام علاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الحمد لله. اشكرك على هاي الاكلات الطيبه. ويدك ويدك يا طيبه. اريد بلا زحمه عليك مقادير ل هاي الكاهي، العجينه مالت الكاهي. عجينه الكاهي؟ اوكي. طبعا عجينه الكاهي طبعا مو صعبه، 3 كوب طحين. اوكي. 3 كوب طحين، رشه شويه من الفانيلا، ملعقتين سكر كبيره. اوكي. حليب بودره راح يكون عندي 3 ملاعق حليب بودره، وراح يكون عندي المي 2 كوب من المي. بلي. اوكي. هذا راح نعجنهن، ولا ما عجنناه راح نخلي فوق العجينه مالتها نص كوب من الزيت النباتي. واكيد راح نسوي شنق صغار، يعني هيك صغار يكونن، ونخليهن شوي يختمر يعني يرتاح، يعني ما بيها خمره، بس لازم عجينه ترتاح تقريبا، خلي تكون نص ساعه مرتاحه، وراح نجي نفرش بالشبك شنقه صغيره وبالزيت بدون اي طحين، بس بالزيت نفرشها نسحب. اوكي. نسحب نفرش بالشبك ونسحبها نرجع على ما يكون قوامها كلش خفيف، يعني خفيفه تكون العجينه، تكون شفافه العجينه. وراها راح نجي نقص الاطراف اللي بها ثخن، وراها راح ممكن نحشيها ونطبقها، او قبل طبقها على الشكل اللي نريده احنا، ونخليها بصينيه طبعا للفرن، ممكن 6 قطع او 7 نقدر قد راح نسويهن، ونخليها داخل الفرن تقريبا 20 دقيقه حيكون عندي اكيد جاهزه. اوكي. شكرا لك. ناخذ ام عدي. أم عدي من الأنبار. أم عدي. ألو. ألو أم عدي، شو أخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، أنت أخبارك؟ لا تبي على تحضير مال الحلاوة الشوكولاتية. حلاوة الشوكولاتية؟ ايه. هسه شفت المقادير اللي عرضناها هسه قبل شوي على الشاشه ولا ما شفتيها؟ ما ادري، بس التحضير. اوكي اوكي. التحضير مالتها اللي هو طبعا راح يكون عندي الزبده، اول ما نذوب الزبده طبعا قبل كل شيء نحن نسوي الشيره اللي موجوده، عندي 2 كوب سكر 2 كوب مي. اوكي. راح نخليها شويه من كريم الكراميلا. اوكي. وشويه من الهيل، ونخليها تفور على النار. طبعا ولا ما خليناها على نار، راح نخلي جذر ثاني نخلي به الزبده، يكون واحد قالب من الزبده نذوبها، خليها تذوب على نار هذا طبعا. وراها راح نجيب النشا والحليب، النشا والحليب راح نخبطهم سويه، حليب بودره. اوكي. والنشا نخبطهم سويه، راح نخلي بالتدريج على الزبده اللي موجوده. وراها ولا ما تذوب عندنا ويتحمص الزبد والحليب، ناخذ الشيره بالتدريج ونخبط بالتدريج ونخبط. تكون الامور اوكي. شكرا لك. هسه نجي هنا راح نقطع الليمون. هسه نجي هنا نشوف شنو الامور. اوكي. مثل ما شفتوا صارت عندي جاهزه سلطة الباذنجان هاي الموجودة، وهذا الرز راح يكون الباقلاء والامور ماشي. هسه نجي هنا، اجى وقت التبسي. التبسي التبسي. الله الله. هذا الله. عدي عدي بالك يمي لو مو يمي. شوف 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 المشكلة لهنا. اوكي. شوية على الدجاجة، عصرة الليمون، وعلى التبسي كله بهذا الشكل. اوكي. مثل ما شفتوا صار عندي هاي صينيه التبسي مع الدجاج المشوي طبعا والتمن باقل، راح يكون عندي هنا
صدر الباذنجان مثل ما شفتوا هالمقادير حلوة. طبعا احنا بنذكر يكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الأكلة جميلة برعاية مطعم شاورما. أكيد راح تنتظرون باكر بأكلة جديدة وتفاصيل جديدة. وباي باي.